بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا النهارده نبتدي معاكم كده أول لايف قبل البرنامج، ونحب إن احنا ننبه طبعا نرحب بمنى مذيعتنا الجميلة. أهلا بيك دكتورة، أهلا بكل جمهور البرنامج في الحلقة. الله يرحمها. منى هتقول لنا بقى الأسئلة النهارده اللي هتطلع على اللايف، بس حد بس على اللايف يأكد لنا الصوت والصورة تمام. انا هتكلم طبعا لحد ما ايه ما الناس تدخل وتقول تمام. بدأنا اهوت عمار اول حد، يلا بينا. خلينا نتكلم ان احنا هنعمل ان شاء الله كل يوم سبت قبل الحلقات بتاعتنا هنعمل لايف نجاوب فيه على الاسئله. انا دايما يعني انا حابه ان يبقى برنامج فيه رحابه صراحه، ان احنا ما ناخرش اسئله الناس، ويبقى دايما كون طالبين منهم. الله يفتح عليك، ويكون دايما والاسئله ما تتاخرش. فاحنا هنتلقى دلوقتي الاسئله اللي موجوده على اللايف حاليا اللي احنا بنبثه حاليا، وان شاء الله برضو ناخد من بريد الصفحه بعد كده. بس حبينا ان احنا ننبه على الامر ده الناس، علشان اسئلتنا متاخره، بنبعت وقت الحلقه ما بيكفيش، بيبقى عندنا كلام كتير جدا في النقاط او المحور اللي احنا بنتكلم فيه ونفسنا ان احنا نغطيه، وفعلا وقت الحلقه مش بيكفي. فاحنا يعني هدانا ربنا ان احنا تفكيرنا ان احنا نعمل لكم ان شاء الله البث دوت، هيبقى باذن الله قبل البرنامج بحوالي نص ساعه، قدامنا تقريبا نص ساعه. موضوع حلقتنا النهارده طبعا موضوع جميل جدا، بنتكلم فيه من زاويه ثانيه. لو تدينا نبذه هنتكلم في ايه، لحد ما الناس بقى المستمعين عايزاكم تكتبوا الاسئله، وعلى الله حد يقول مفيش ما بتجاوبوش، احنا عاملين اهو لايف مخصوص عشان نجاوب. صحيح، يهمنا دكتوره ان الجمهور يكون راضي عن ما نطرح، وان راضي حتى عن الاجابات على الاسئله، والله سبحانه وتعالى يرضى عنا طبعا اولا واخيرا. وبالنسبة لحلقة اليوم هي حلقة مميزة، تهم المرأة، تهم كيان الأنثى، يتكلم عن، مش هنقول العنوان صراحة، نخلوه في تشويق، بس هو يتكلم على جانب حب الزينة للمرأة، حب التزين، كيف ضبط الإسلام هذا الأمر. حب هذا الأمر جدا، هذا الأمر فطري، يعني من طفلة هي صغيرة تحب أن هي تتزين وتقلد أمها في الزينة وتزين عروستها إلى أن تكبر وتصير امرأة. لكن خلاص عند البلوغ يكون هنالك ضوابط لموضوع الزينة، وهنالك حتى مساحات ما شاء الله مفتوحة جدا، هنالك مساحات يعني مقيدة للمرأة في هذا الأمر. فإن شاء الله انتظرونا حلقة مميزة. طيب هو تقريبا جه هو حد كاتب حاجة، بس طبعا بتاع على بعد احنا مش شايفين. خلينا اتكلم معاكم واقول ان احنا يعني كانت نيتنا في موضوع بس ده، مع انه يعني نقول احنا هو طالعين حلقة كمان شوية، فايه لا صراحة انا مش عايزة اي تعليق يتقال ان احنا مأخرين، خصوصا لان احنا حريصين ان اسئلة في رحابة، حتى بنقول دايما اللي بيتصل علينا في قلب الحلقه على طول بيتم التجاوب معاه، الاسئله بيتم الرد عليها اول باول، واحنا عايزين نحافظ على النقطه ديت وتبقى فعلا من ايجابيات البرنامج. ناخد كده الناس بعد سؤال دكتوره. كنت هشارك. يلا تمام، مش مشكله. احمد يسال هل اقدر اني نوصل لنفس تخصص الدكتوره، ازاي اعمل وايه، وهل اقدر ابني نفسي لاكون زوج صالح؟ الله، والله يا احمد ايه؟ احمد شعبان. والله يا احمد ده سؤال جميل جدا جدا، وانا يعني انا بفرح جدا جدا لما يجي شباب زيكم كده زي الورد، الله سبحانه وتعالى لكم بالحفظ، ان هم يسالوا سؤال زي ده. طبعا طبعا انت عارف لو انت بتسمع حلقاتنا وبتسمع برنامج، انا من انصار التعليم الموازي، ماشي نتعلم التعليم اللي المفروض علينا بقاله 100 سنه ده، ما عنديش مشاكل، لكن ونظام عالمي وهكذا، لكن التعليم الموازي، مرر نفسك، مرر نفسك على اللي اقول مثلا الاداء، مرر نفسك عن المهارات اللي موجوده. انا مثلا في مجال نفسي، لا انا في مجال عطاء، انا في مجال ميديا، لا انا اعرف ادي معلومه، لا انا عندي المجال الشرعي مثلا، وفي ناس بتتميز على فكره في القصص دي. فاحنا صراحه محتاجين ان احنا عايز اقول يعني نعرض نفسنا على كل مهاره، شوف انت فين، خد تعليم موازي، خد اكاديمي بنفس المهاره بقى اللي انت عايز تتعامل فيها. انا قعدت يعني يمكن التعليم ده اول ما تزوجت تقريبا ان شاء الله خدت علم شرعي، وبعدين قلت طيب لا ناخد الامر الاسري، طيب ناخد الامر اللي هو اللي خاص بالنفسيات، وكله مسمى على بعض يعني صراحه يعني. وفي نقطه مهمه دكتوره، يعني اكيد كان دور للقرب من الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وطلب التوفيق دور في ان اوجهك لهذا المسار، يعني اكيد مش من اجتهادنا ولا من لا كفيش الكلام ده ولا الحاجات دي، هو من الله سبحانه وتعالى. انا عايزه اقول لك ان انا ما كنتش اتخيل ان انا هتخصص في المجال ده، يعني انا كان مجالي الامر كان الشرعي والقران وهكذا الامور الشرعيه،
لازم كان يتعرض لنا اسئله من الزوجات او من البنات خاصه بالامر اللي له جزء قد يكون علم. طبعا كله في القران، انا ده الخير كله والبركه كلها في القران لكن لا ضير ابدا ان انت تاخد علم عادي، علم دنيوي ونظريات علميه واجتماعيه ونفسيه ونسقطها بما يتناسب مع ديننا او اللي ما تناسبش مع ديننا، وده ما يتناسبش مع ديننا وده امر ما فيهوش جدال ولا خلاف يعني. فده امر ده حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. احنا ممكن نبقى يعني في اللايفات برضه ديك يا احمد الشعبان فتحت لنا مجال ان احنا ممكن نبقى نعرض في كل مره على مجال كيفيه دراسته، ايه الكتب اللي ممكن تساعدنا فيه، الدورات، وتخلي بالنا من الحاجات المزيفه لان المزيف كتير جدا، مجرد راح ناس تدفع فيها، انا مستغربه جدا الناس تدفع فيها بقول فات للاسف يعني $3,000 و$4,000 يعني حاجات وهم كده، وسبحان الله ما هوش العلم الحقيقي. لكن انا بحييك وينفع تبقى في المجال ده. عايز تبقى زوج صالح اسمع حلقاتنا طبعا كلها، كل عندك الحاجات كلها موجوده على اليوتيوب، ازاي تبقى زوج صالح، انواع الازواج، منظومه الزواج، كيفيه اتعامل مع نفسي ومع الزوجه وفي مراحل الزواج المختلفه، احنا عاملين حلقات جميله ترجع لها. انا بحييك يا احمد وشكرا لسؤالك. دكتوره حور تسال: السلام عليكم دكتوره، احبك في الله. اولا بنتي 2 سنة و8 شهور على طول بتعيط على الفاضي وبتموت في التليفون، وباباها يقول مش كل ما تطلب بالعياط لازم ما يكونش يعني كلام مش واضح، بس هل انفذ كلامها او لا لو كان بالعياط طلبها؟ طيب احنا اولا بحييكي وبحيي الامهات اللي بتبقى منتبهه منى على موضوع، طبعا شايفه اتكلم صوتي لسه صوتي لسه في بحه كده بس الحمد لله، ان الام بتبقى حريصه. حتى احنا في جايين في السياره مع منى بقول لها الام الناصحه بتبقى ناصحه من اول الوقت، بقول لها بتبقى فاهمه انا اعمل ايه مع المراحل العمريه، اعمل ايه مع كذا. 2.5 سنين لو انت قراتي خصائص المرحله هتلاقي ان المرحله دي مرحله التمرد اصلا، ومرحله ان هي تعبر عن احتياجها يا اما بالعياط لانك ما بتنتبهيش الا كده، عايزه التليفون لانها شايفاكي طول الوقت قاعده عماله كذا، شايفه ان دي حاجه انت منجبه على تليفونك والاب منجبه، فهي الصوره الذهنيه اللي واخداها ده بعكس زمان. يعني زمان تبص تلاقي الاطفال كانوا يجيبوا الكتب ما شاء الله يا يشخبطوا يا ايه يا يقطعوا، يعني زي ما انت ما كنت ماسكه الكتاب بتقراي فيه هم ماسكين الكتب، فهم بيحاكوا السلوك. كان في تحدي جميل جدا يا منى معمول، وانا الناس اللي على اللايف احنا كام عندنا على اللايف؟ يعني وصلوا 1000 دلوقتي. كويس تمام انا مش شايفه دلوقتي. اللي زمان لو كنتوا بتشوفوا زي ما كنا بنقول الاولاد كانوا بيبقى عندهم كتب والكلام ده، عايزه اقول لكم على التحدي اللي كان معمول. ام عملت التحدي 500 يوم، هي كملتهم 560 يوم بدون ميديا تماما، بتقول بيتي اتغير 180 درجه، بيتها اتغير بموضوع القراءه، بيتها اتغير بتقول في مهام جديده، وقت بتقول وقت فراغ وقت كبير انا عن نفسي والاولاد، ابتدت تكتشف بتقول 3 أولاد اتغير مفهوم، يعني عادت في البدايه لكن يتغير. انا لما احدد 2.5 سنين ديت كل حاجه بالبكاء، الاول اغير الصور الذهنيه اللي هي بتشوفها، مش قاعده على الموبايل طول الوقت ولا لا، لازم وقت فيه كلام وحوار، وانا بقول ساعه التربيه انا مسميها كده، اسمها ساعه التربيه منى، ساعه في قلب اليوم احنا بنقعد فيها مع الاولاد بدون اي ميديا بدون اي نت بدون اي حاجه، كلام حوار وش الوش، والعيل شايفني والطفل شايفني وانا بتحاور معاه وبتكلم معاه، بعمل حوار، بفتح اي مواضيع، باخد الاسئله. لسه كنت قاعده مع اولادي، انت عارفه ان اولادي في جامعه ما شاء الله، وكنا قاعدين بقى مع اتنين كبار عندهم يعني حصيله ذهنيه مختلفه عن الصغيرين، فكنا بنتكلم وهم صغيرين كان ايه، فبقول له محمد انت كان لك وضع الاسئله التتابعيه فيوم ما بتقول لي انا فاكره، قلت لها اه كانوا كنتوا بتسالوا بيكرروا ماما ده وسؤال متكرر تتابعي، وتجاوبي فيديكي سؤال على اجابتك وهكذا بالساعتين. لدرجه مره انا اذكر ان الجاره طلعت لي مره وقالت لي إيه انا عايزاكي تعلمي بناتي إيه انا في المطبخ بقى وقاعده بتكلم بقى بقالي 3 4 ساعات بتقولي تعلمي البنات ان هم يعني ما يزهقوش من الاسئله. فالفتره دي فتره حوار، فتره تفاعل، فتره معايشه. طبعا صح جدا ان انا ما استجيبش لكل عياط، لا لازم احنا الاول نفصل عياط، وقلنا فصل عياط يا بوريها اي حاجه فوق يعني الخبط بس الفصين، او ان انا اعمل صوت، او يا جماعه ما فيش قطط ولا في عصافير ولا في ايه اي حاجه، المهم هي تفصل. والام بتاخد خبره على فكره، يعني الام الواعيه بتاخد خبره على موضوع ان هي يعني تسكت ازاي تعمل ايه، المهم ما تستجيبيش اعيط هات لا
في كلام عاوزه ايه، طب وطي صوتك، طب بالراحه، وهكذا. الله سبحانه وتعالى يهمنا الصبر ويهمك الخير لانك تتعاملي معها صح. دكتورة ضحى هي طبعا صديقات البرنامج ومتابعات، قالت ان هي قلقت عليك واجد وقلت قرآن لأجلك ودعت ومشتاقة لطلتك ومحمود الشريف يطلب منك طلب، يقول دكتورة ممكن تعملي حلقة على بيوت منور على موضوع ربط زواج الصغيرة قبل الكبيرة وتمسك الأب بذلك. طب ما احنا نعمله، احنا نتكلم فيه دلوقتي لان نأجل لمحمود الشريف. لا طبعا، يعني انا دايما بقول للأهالي الوضع دلوقتي مختلف تماما عن موضوع يعني صراحة ما قبل كده. يعني زمان ماشي لا الكبيرة وبعدين في اختبارات وفي عرف كان اللي خلاص بقى، يعني احنا 2022 العالم بينتهي هنا مسيخ الدجال جاي طبعا. لكن لا، يعني احنا عايزين صراحة ان احنا الافكار دي، وانتوا يا شباب، يعني انا دايما بقولي للشباب انت وغيرك وغيرك وكل اللي بيسمعني والبنات والكلام ده، ما انش اكون من ترضون، يعني افرض جيل الصغيرة ايه المشكلة؟ وكله برزق الله، ما هو زواج برضو يعني زواج الصغيرة ما كله برزق وكله بقدر من الله عز وجل بوقت معلوم. لكن احنا نسعى، يعني ده بالعكس ده ممكن بقى، يعني احنا دايما بقولك ايه اللي جاي يتجوز يا عم هات صاحبك، فين صاحبك يا عم؟ فين صاحبك اللي هنا او صاحبك اللي رايحين الناحية التانية؟ ما تروح، يعني ما تروح وتقول لهم والله في واحدة كذا بيت طيب بيت كذا، واسعى انت ذات نفسك. هي وانا دايما بقول لابو البنات بالذات، يا ابن الحلال ابو البنات ده بيته مفتوح، بيته مفتوح، ودايما هو يعني اقول مثلا يعني اللي يلاقي فيه ويتوسم فيه الصلاح يقول له تعال عندي والله عندي ابنتين صالحين تعال، ويسره في الزواج. لكن انا اتعنت على نقطه عفى عليها الزمن، انتوا يا شباب اللي تقدروا، انا ممكن نتكلم ونقول النقط ونقول حاجات تساعد الاباء والامهات خصوصا اللي دماغهم مصنفره تماما، لكن انتوا الشباب اللي بايديكم ان كنتوا تغيروا حاجه زي انت وغيرك وغيرك وغيرك، وبالدعاء في الاول وفي الاخر. يعني اكيد لا، يعني مش عايزين نطول عليكم النهارده، وطبعا زمان بس اخر دلوقتي لان في اتصال، فمش عايزين نطول عليكم النهارده، لكن ان شاء الله باذن الله احنا نوعدكم ان بعد كده البث هيطول، واحنا الاسئله بتاعتكم هنبقى محضرينها بعد كده ان شاء الله في ورق مطبوع احنا نبقى نعملها ونجاوب عليها منى، حبه من المتاخر وحبه من اللايف. نعم. وده احنا بنشرف الجمهور في رحابها معانا اهوت، وده الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، اللهم امين، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، القكم ان شاء الله بعد ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. فينش بقى وخلاص، هتيجي الزاويه اللي على اليمين. ايوه نعم، ايوه تمام، فينش بس.